الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو به النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله اليوم نتكلم حول شهر شعبان. إن شاء الله أكوا بقوي تافكاد سلا شعبان يبري مريت بتملكة يتوسنا عجنا بايتو الله سبحانه وتعالى مريت يبري كار ويمدقمو كان يبري كار يفتر وي علاما تيودنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم يبر بللامي أنكس أوتان الله سبحانه وتعالى وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أيلا يبر وجعلنا الليل والنهار إنا أرباتنا كنانا ياهو فتركنكم يبرنا قويتا فمحونا آية الليل يرباتي جعلما شكا بنينم واندقنا بكنانا كيرني وجعلنا النهار مبصرا بكنانا يدقمو تازوب وشكتني لتبتغوا فضلا من ربكم ونقد يعني نقد همات ورس يعني يارس همات يعني تنقس حق صوبوي رزق تشوبوي شكتك انكو ولتعلموا عدد السنين والحساب يا مريت مي قطر يا سامت قطر يا متي قطر تهروبوي تنبرنا أرباتنا كنان شكتك انكم يبرنا قويتا أرباتنا كنان شكتننا بمريت زي رمضان مريت زي حج مريت زي ذوالقعدة مريت زي شوال مريت بارنم دقمو أهيرنا إنا بكترو أن بابرنا ببدرتنا بدرنا يعني بزي عينة أنا برني بوي الله سبحانه وتعالى وراتو تشويم مريت أبرنا مطراني يوي قزيات بايتو فتراننا إنا بوراتو تشي مهكل وين بوراتو تشي وسط الله سبحانه وتعالى بلجا يابنو ويم دغمو درجا يابنو وراتوچنا نو لمثالي رمضان انتنا بناجني بوسات الله سبحانه وتعالى يا رمضان فضيلا انداننا رمضان بايت شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بارم يعني درجا يابنو تزامريتوچ مهكلي اتي مريت شعبانو اها يعنني با اكوا يا شعبان بكنا عربتو يعننا زي شعبان بيوري مريت نبي عليه الصلاة والسلام من عينت سنة وشكتو بوابعنا بمن عينتو ياتشلفو يبعنا يبري كار ينبس منا يعني تذكرا يوهننا اندقنا دقمو يليلا مي تذكرا يوسكت يتوسنا يوبر عجنبايتو شعبان. وهذا الشهر يزيه شعبان يبري مريت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه صومن يابزو بابان مع كونه فرد تيهنم يعني رمضان مريت افتلفتوتان يانهنم تنانم بشعبان مريت بايتو نبي عليه الصلاة والسلام صومن يابزو بابان تشكتو عبادة يا رمضان همات يا بزوب عبادة عن نبر كما جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان فقد كان يصوم إلا قليلا منه.
بخارنا مسلم بأوروي حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي عن نجه نوتبر استكمل يعني صيام شهر يهنا مريت وين بأسره ويتي مريت وست بايتو عتمي مريت يهن بايتو ملوم تسوم منوي وين أبزان يا كنوتان بسوم من تياتشل فوي عن نجه إلا رمضان رمضان تيكي يبر رمضان تيكي وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان تشعبان يبزا دقمو بيتمي مريت بايتو سوم من تيابزو عجهنو مع النهر فقد كان يسوم بأرقتن بانو نبي عليه الصلاة والسلام يشعبان سوم من بتقام يابزو بان إلا قليلا منه يتوسني كان باهنم شعبان بتقام يابزو يبان سلزي نبي عليه الصلاة والسلام يا شعبان مريت بايتو برمضان مع كونه لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعلف مهنا بزي ما انك ايشن يونجل ما ركهم بارنهم تنانا يعني ليلكمهم يادروا اندهنا تزام وچ دقمو عبادة عبزوا اندهنا اندقنا بفلفت يا رمضان مريت كيانهم تنانا شعبان برمضان نبي عليه الصلاة والسلام يتشلفوا يبان ولهذا يا إخواني ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصوم في شعبان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا لثواب الله عز وجل مكنيات موتان يياتاتنا ياتكشنا وصمنا بزاني بوي بشعبان يتقبانا مكنيات موتان نبي عليه الصلاة والسلام يوت كتلت النبرنا أجرم تقويتا يوسيت النبرنا الله بقرآن أوتان ملك تنيا محمد وتكتل اندان نبنا بتكتعتا ويما تنكرم اي ودنم الله بقرآن أوتان بسورة أحزاب قطر هيا عتمني بر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بملك تنياي بنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيا يهنا عرايا وين فيا يهنا واتكتل تتكتل ويدقيب باه يبرنا لقد كان لكم ياهنا ننناه شكتكنكم في رسول الله بملك تنياه بنبي محمد عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة فيا يهنا واتكتل تتكتل ايه مري شكتكنكم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني أقويت أقويت وترها بك الجلسة بيان بهنا واليوم الآخر يمجر شامي كان بايتو يوم القيامة وانبروتان يكجلنا يسبسب ايا فيا يهنا يعني مري فيا يهنا موديل شكتكنكم وذكر الله كثيرا يعني قويتان بأقبابوتان ياستاوس يهنا سببر إما أن يصوم يوما ويفطر يوما من البت بتكتاتا يابزان يكنوتان وصومن يانشالك أربهن رقمو إما أن يصوم يوما عتكنا يصوم من ويفطر يوما عتكنا يبرع أو أياما ويم يتوسن كان يعني كان بايتو بتكتاتا يبرع بتكتاتا يرقمو يصوم من بايتو متتابعة حتى يبقى يوما أو يوماني نالبات زي وسكت يتشال أبرنا رمضان يقباي ويم شعبان يالكي ويتكنا ويم كنا كنا يكوين نسن بايتو مكينات موتان رمضان يقباي كنا كنا ويم ويتكنا يكوين نكار بهنا بزا ساعات شعبان وسومني عقبا باهنا يتشال بايتو نبيو بحديثة نوس لهاترو بايتو لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان نبي عليه الصلاة والسلام عتم مريت ملوم يصوم منو ين عبزان يوتان من البت أهاي أجيني يمهمات شعبان بيصوم منو باهنم يعني ملوم مريتي بهيا جتا معلقة بسلاسة معلقة ملوم يصوم منو يمريت إينا
يرمضان مريت بتشاو بايتو. وهنا أشياء منالبت بشعبان مريت وين بشعبان وقت بايتو فيامينا وابزا عندان نبنا سمن وابزا عندان نبنم بتك آران وتان دقمو ياهنا ياهناي مسارة بيس عبزانم كارنانا. وهنا أشياء بزي مدر وين بشعبان بتملكتا بجا وبرارانا بجا يمهابرا سبنا واتقلز يعنى وكارنانا ينبغي التنبيه عليها مما يعتقده الناس في شعبان بشعبان مريت بايتو سبوت ياهنا امنت ويمدمو ياهنا اعتقاد بوستهنو يامنوبة زا يامنوبة ايكار تلب واوتا من داننبو او يقومون به من عمل ويمي شكتو يمينا بشعبان يعني تزاز تشنيو اينا تيوجن نيوج بدعا مينانانا. فمن ذلك تبدعوتي مهكل وين بشعبان مريت وين بشعبان وست من شكتني بدعة تكبر اتشليها تهني تكبر فيه حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه إن في صوم النصف من إن في صوم النصف منه مزية على غيره. تعالي ابن أبي طالب يتورى حديثه بابن ماجه وين بسنن ابن ماجه وستيان إن في صوم النصف منه بشعبان ينبى نتألم يعني يمها لوتاني وين قماش أوتاني كان وصومني مزية على غيره تنقودي كيشان أراس أوتاني يشالا ليت يبار درجانا بارم نبي بارم ياوري وين دمو إزنقوي حديث يتيرى حديثا هنا. ولكن هذا الحديث ضعيف زي نبي عليه الصلاة والسلام زي نقوي مبار يبري حديث عقبا بيان النكاراهن نالبات عتات سبوش بن سمان ساعت قرائد قبان ايشال حديث يبري كار ضعيف ننوي ويم دمو ضعيف بايت مكارو يبري كار ضعيف بايت يعني تنبي عليه الصلاة والسلام يانتورا تنبي عليه الصلاة والسلام يانتنسا حديث تنبي اندتنسانا نبي اندزنقو شكوشم يزنقو حديث ضعيف بربايتو زاسلهنا زيهر مواني ويم دمو زيات ارام ينا يودنا مواني يبارك عربهنا علماء الجرح والتعديل بوابر يحديثي مواننتنا يحديثي من قدلنم يحديثي من تموالانم بوابر يعني علماء الجرح والتعديل بواتبي يتيرو علماء سلانو نهنو عبيد ترو يميهرو زا سلهنا زاما ينبر كاربيهن كما قال عبد الله بن مبارك لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء كما جاء في مقدمة صحيح مسلم بسي مسلم بمقدمة وتان بايتو يشني محمد عبد الله بن المبارك من يبر لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء من البات حديث بيا وربوسات زي حديث ضعيفو زي حديث تككلو زي حديث باقباب وتانو يشنيا يبرو علماء ويبدمو يبري سند وهار اسفلاقي وها هنم بيت ركبنا اسلا اسفلاقي بي يبري انم يسمواننا انم بافرتنا السام زيكي هنا بارم دنقاقيا وطابعنا نقرقن سند يبري كارتما شنيا ما وران ما زقبو النبري عقباب سلهنا زي حديث علماء الجرح والتعديل حديث دائف اندهنا عوانو ينبايتو قال ذلك ابن رجب في اللطائف ابن رجب حديث دائف مارم من علماء الجرح والتعديل يهنو عوانو ينبايتو وقال صاحب المناري الصواب أنه موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في صوم النصف في شعبان مزية إن في صوم شعبان أو إن في صوم النصف من شعبان مزية يبري حديث تنبي عليه الصلاة والسلام يتورى أن يتنسى حديثاهنا مكذوب على رسول الله بنبي يفر بايتو يكتفنا بنبي يفر يواشبو حديثه. وعلى هذا فلا ينبغي أن نخصص يوم النصف من شعبان بصوم دون غيره من الأيام يا شعبان كينم يعني بسام التوتان وين بقما يقما شوتاني كان لا ينم إبادة يوسكتم هنا وسومن
إيتشل بايتو ومن ذلك أيضا يعني تبدا ويتكوتر فضل ليلة النصف يا شعبان يا مهالي ليل بايتو ويم أربعة توتان بلجانن درجانن ليت يبارك أرنن وارم واس ببايتو أخبار وردت فيها أخبار قال عنها ابن رجب في اللطائف ضعفها الأكثرون وقال الشيخ ابن عبد العزيز بن باز رحمه الله إنها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها يعني بشعبان قماش أوتان ويمدقمو قبت أوتان يعني أربات فديلانا درجانا نبارم بتلي أي كاروات تلفي حديثنا النواري مزنقوي حديثه اتبعتك علي ضعيف ندك مانو لا يجوز الاعتماد بذا حديثه اتبعيتو تدقفهم وسكتي ايش اسفلاقي اهنا قيام ليله من البت انقودي كان ليل سلاة ايساق دمي كيشان بنصف الشعبان مهال تنسام ايساق ديشل زين موتان حديث يعنتن يوكار ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنبي عن تنيننا حديث يصح الاعتماد عليه في تخصيصها بقيام يعني نتألم أقومني بي ويمدمو نتألم إبادة بيتشا بس بقماشي أربات أشكتني بي حديث سلان تنيا أسفل لاقي أهنا لا مطلقا ولا مقيدا بمطلق ملك بهنا ماينتهن مقيد قد باوي بهنا ملكو تانيهن حديث سلان تنيا وإيتش البايتو وغاية ما جاء في تخصيصها ما جاء عن بعض التابعيين الشاميين في تعزيمها والاجتهاد في العبادة فيها قال ابن الرجب في اللطائف وعنهم أخذوا الناس فضلها وتعظيمها من الباتم عتات شعبا شعبا زوريا فضيلة أوتان شن يمبري ميكار تات تابعيوج وشاميين شامي تشام تغني شنو ويمدمو تشام غني نبرو تابعيوش يتنساو باهن بتككلن ياي سند ويم بتككلن ياي حديثة شن ياهن آثار إسرائيليات يبنو إسرائيلوش يعني ياهن ياهن تارك سلهن ايتش البايتو زي وأنكر ذلك أكثر علماء السنة والإسلام يعني يا أهل السنة علماء ويم إسلام علماء أبزان يوتان أسفل لقنا أقباب انداهنا اندو وقالوا ذلك كله بدعة بدعة وهنوتان زابايت يا شعبان ليت بار درجانا يا شعبان قماش أوتان يا قماش الأربات وردهن وسد سرك أو عبرايهن إيشل وصمنيهن إيشل ليلة نشان وسقريهن إيشل بعد تقالي زبايتو درجانا نبريكار أقبابهن لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبي يصدق أنه يرقاق قطعهن ولا عن أصحابه شيء تنبي صحابا يترقى قطك أرسلاهنا أتنككنا يقبانا وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع يعني بشعبان بقماشي أربات وهم ليل قمم وسقرنا بإبادة ودر درجانا النبري حديث موضوع دكاما والموضوع عند العلماء هو المكذوب على رسول الله بنبي يفر يقطع في حديثه الله سبحانه وتعالى رقمه بنبي يفر وقت في مهنا بدين النفر يهانا تهني وزباركي يتفك أدن أنك أرسلاهنا كم من مريد للخير لن يصيبه من البت خير أهن مياه أنقود كار عن من أتم يسبكو كارين وابرا ويسبكوهم واسطي ويسبكوهم أبرنا يتشلنا ولكن كما قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه من أهارنا خير شأن سبوتشنا خير بواسينا جن عيد اللهم أجره بنا يدفهم يكت أتت قابزنا يبارم همت لاسلهنا بشعبان مريتنا بنقول مي مريتو تبايتو يعني حديث يعني تنيبوي إبادة وين خير منا وتنكك ننبنا باتشر أوتان بشعبان زوريا يعني ملكت زي مسربانا الله سبحانه وتعالى سمام تتك مسب سكتنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.